قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نروح للميا ونتعرف منها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك شاذلي. صباح الخير على كل الساده مشاهدي صباح الخير يا مصر. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. دولار أمريكي سعر البيع فيه 19.70 والشراء 19.63، يورو سعر البيع فيه 19.32 والشراء 19.23، جنيه استرليني سعر البيع فيه 22.20 والشراء 22.10، فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.63 والشراء 19.55، اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.72 والشراء 2.71، ريال سعودي سعر البيع فيه 5.24 والشراء 5.22، دينار كويتي سعر البيع فيه 63.49 والشراء 63.17، وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.36 قرش والشراء 5.34 قرش. ودلوقتي نتابع أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق فيه النهارده 954 جنيه للجرام، وعيار 21 1113 جنيه للجرام، عيار 24 1272 جنيه للجرام، واخيرا الجنيه الذهب سعر السوق النهارده 8904 جنيه. ونرجع تاني لشاذلي نتابع مع باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.